عسلامة الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم باش نعمل ريسيت متاع الكالزوني، ان شاء الله تعجبكم. تابعوني لاخر الفيديو. حطيت 350 غرام فارينة رطبة، هذه فارينة رطبة على الاخر، هذايا نوع اخر زاد متاع فارينة، احرش شوية. هذايا التيب الرطب وهذايا التيب اللي شوية احرش. هذايا حطيت منه 200 غرام، نزيد عليهم توا 150 غرام سميد ارطب. هاكم ثلاثة انواع متاع فارينة، زوز انواع فارينة وسميد، ونجمو نعملوها زادة فارينة وسميد اكاهو. عندي توا 700 غرام متاع فارينة، نعمل فيها توا حفرة هكا في الوسط. انا خديت الخميرة هذية، الخميرة الطرية هذيك اللي كنت على الفريجيدير. انا باش ناخذ شطرها خاطر هذايا فيه برشا، الباكو هذايا فيه 42 غرام، باش ناخذ النص نتاعو. ونفتفتها لهنا في الوسط، صب عليها شوية ماء. نزيد عليها مغرفة سكر، مغرفة صغيرة سكر، حركها شوية. نزيدها زادة قدر مغرفة صغيرة هكا معبية ملح، ما نحطوش على الخميرة، نحطو على جنب. انا باش نزيد اضافة اخرى اللي هو شوية زيت زيتونة، قدر هكاك مغرفتين متاع ماكلة زيت، اما هو نورمال ما يجيش فيها، كان ماء وخميرة وملح وفارينة وسميد. انا باش نزيدها شوية زيت. توا نبدو نعجنو فيها، نحبو نعجنوها بيدينا، نحبو نعجنوها بالماكينة. بسم الله. نزيد شوية ماء دافي، ونعجنها. هذه العجينة تلمت، هنا طبعا نعجنها لهنا شوي، المهم هي تخمر بالقدا، هذاك هو المهم، تبقى اقل شيء ساعتين تقعد تخمر. هكا العجينة حضرت، هايكا كيفاش. تاو نحطوها في بلاصه ونخليها تخمر. انا باش نرجعها لهنا للصحفه نتاعها، نحط فيها شويه فارينه، حطيت لها شويه زيت هكا من فوق، جيست شويه هكا مسحتها مسحان. توا نغطيها، نزيدو نغطوها هكا بمنديله نظيفه ونخليها ترتاح، نخليها تخمر مش ترتاح، تخمر بالقدا. نمشي نحضر الدجاج نتاعي، نقصو ونفوحو ونطيبو، انا باش نقليه شويه في المقله، ونحضر المكونات نتاع الحشوه. انا قصيت الدجاج هكا صغير، هذوما صدور نتاع الدجاج كيما الفيلي، يعني ما يستحقوش برشا تياب. هذايا نحوه الطرف هذايا، نلقوه ديما في صدر الدجاج، نحوه ونقصوهم هكا على العرض. حط لهم شويه ملح، هكاك قدر مغرفه تبلو كرويه، شويه زنجبيل مرحي
ولا اذا كان جبير بالتونسي هكاك ربع مغرفة هكاك حسب التقريب، اما باهي مع الدجاج. راه شوية كركم، ما نكثرش، شوية بركة كركم، باش نزيدو شوية كوري خاطر الاولاد يحبوه. هذايا التوابل الهندية، كوري اما ذا ماهوش حار. طبعا نحطلو شوية فلفل اكحل، حبيت لها هكاك قدر مغرفتين نتاع ماكلة زيت، ما تستحقش برشا، ونحركوها. خلوه زاد هك على جنب يرتاح شوية يشرب الفحات متاعو. قصيت بصلة جويدة، نزيد عليها مسنة ثوم هكا زاد مقصوصين. هذه صوص الطومات اللي باش نعمل بها، حط لها شوية ملح، شوية تابلو كروية، حط لها زعتر وكليل ولا زعتر اكاهو. انا باش نزيدها شوية سكر، ونزيدها شوية فلفل اكحل توا. وهذه الصوص حضرت، حطيت شوية زيت نباتي في المقلة، حطها على الغاز، لازم المقلة تسخن بالقدا وبعد نحط فيها الدجاج، ما كانش يسيب الماء. انا ديجا سخون الغاز، بسم الله، وعلى نار قوية زادة. خلو ديما الغاز قوي، ما نقصوش في الغاز باش ما يطيبش الماء، هكا يطيب كيسة يتقلى ويقعد زادا ما يشيحش. هذوما شوية البصل والثوم نزيدهم تو ونقص في الغاز. طبعا نخلوها على نار متوسطة يطيب، هو باش يطيب في الماء متاع البصل، راهي ما نزيدوش حتى نكتة ماء. طبعا نغطيه ونخليه درجين من زمان يطيب. هذايا الدجاج حضر، هاكا طاب في درجين مشاحش، ما زدتوش الماء. هكا بالضبط، مع هو يعني صدور الدجاج وصغير يعني، هاكا سي طاب. توا نحط الدجاج هكا على جنب يبرد، مش بعد نلقاه حاضر، ونمشي توا نحضر العجينة متاعي عاد. يعني هذه العجينة هايكا خمرت، هايكا بتعبت بالهواء. حاولوا هكا باش نلموها، ما نعاودوش نفرغوها من الهواء الكل، جيست هكا نلموها. توا نبدو نخدمو بها، كعب راها هكا نقسموه الكبر اللي حشتنا بيه،
حلوها هكا ونبدو نقسمو فيها عاد. كعب راهم هكا كعبورات صغار ولا كبار، كل واحد كيفاش يحب. تو بعد ما كملت هكا كعبرتهم، تو نزيد نغطيهم ونخليهم يزيدوا يخمروا شوية، أقل شيء نص ساعة. هذوما المكونات تو حاضرين عندي. الدجاج ها هاو كبرد، عندي موتزاريلا صغيرة ولا نجمو ناخذوك الكبار هذوكم. عندي فرماج مرحي، أنا خديت جرانا باداني، نجم واحد ياخذ أي نوع هو يحبه. الصوص كيف كيف حاضرة. عندي زادة شوية زيتون أخضر، مش تحط فيها زادة شوية كبار للي يحب. وهذوما شوية هريسة، ماهيش الناس الكل زادة تحب الحار. هريستنا العادية التونسية هذيك متاع الحكة. حضرت البلاتو متاع الفور، حطيت ليه بابيي كويسون. هاكم توا خمروا شوية. توا نبدأ بأول واحدة، هذه اول كعبه كالزوني حضرت، حطوها زادة تخمر شويه. ها هاو كل خشن حسب التقريب هكاكا، كيت سانتي هكاك الخشن متاعها. طبعا نحط الحشوة، نحط مغرفة صوص طومات، نحط شوية من الدجاج، شوية زيتون، شوية كبار زادة، نزيدها الموتزاريلا. هذه باش نحط فيها شوية هريسة، نحط شوية جرانا بادانا. تو نسكرها، نجبدها شوية هكا. ننزل على حراف، وتوا هكا نبدأ نلوي ونسكر هكا.
ننزلوا عليهم بالقدية الحراف هذوم باش ما يجوش خشين. ونعملوا لهم هكا. اللي حضروا هذوما تو باش ندهنهم بشويه الصوص هذيك نتاع الطماطم. نحط عليها بشويه فرماج جرانا بادانا ولا بارميجانو، باش نرش عليهم شويه زعتر مرحي والا اوريجانو، يجوا فاوحين زياده من برا. وطوى الفور قاعد يسخن على 280 درجه من فوق ومن اللوطه، نحطهم هكا هابطين اللوطه شويه، ما نحطهمش في الوسط بالضبط، نهبطهم لوطه شوي ونخلوهم حكايه درجين على 280، وبعد ذيك نقصوا لهم نخلو لهم 220، ما يفوتوش ربع ساعه ويحضروا. والحاجه الاساسيه هو يلزموا الفور سخون من اللول بالقدا بالقدا. هاكم اللوطه كيفاش هكا طابو بيرفكت، الريحه فايحه مش نورمال. البات جت هشوشة تتقرمش من برا، اكل الجرانا بادانا هذيك من برا هذيك تعطيها هيك التقرميشة، والطماطم هشوش طري. بنا بنا ما نحكي لكمش، بنا ما هيش نورمال. وديجا فما المصبرش وفما بلاتو ديجا طاروا بيه، هذوما منعتهم جيست باش نصور بيهم بالسيف، مازالوا يستنوا فيا توا. اللي يتفرج في الفيديو ومازال ما اشتركش في القناة يشترك في القناة، يفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد نهبطو. وبسلامة.